السلام عليكم اخواتي، ان شاء الله بخير. رمضان كريم. مثل ما وعدتكم رح احكي بهذا الفيديو عن موضوع البيت صاي الفحص اللي انا عملته. عملت الشغفت لي شبرفونج نهار التنين، المدير شبرفونج عملته امبارح. المدير شبرفونج بشكل عام كان سهل، انا كنت مجهز رحله وحنزل الرحله بالفيديو بالايام القادمه، بكره او بعد بكره بيكون الفيديو جاهز. والديسكسيون اللي اجانا التايلت صاي اجانا عن موضوع عمليات التجميل لدى الاطفال اللي هن تحت السن ال 18 سنه، مين اللي لازم يقرر، مين لازم يساوي العمليه، مين لازم يقول انه هاي العمليه صح ولا لا، اذا في مثلا متمال شامي ما لها حرزانه تساوي العمليه ومن هالحكي هذا. القسم الثالث كان عن موضوع انه جارتك راحت فجاه على المشفى، وانت وشريكك بدك تعتني بالاطفال لمده 5 او 6 ايام، انه تقاسموا العمل بيناتكم عشان الاكل الطبخ الشراء الاكل هالامور هي. سهل يعني مثل البيانات، سهل هذا ما فيه مشكله. اللي شفت لي شبرفه كان صعب بصراحه، بس كانت الصعوبه تبعه مو من جهه انه صعب الكلمات او بالمواضيع التخصصيه اللي جايبينها، لا، صعب بالتشابه، كان تشابه كتير كبير. التايل الاول التايل الثاني اخذوا معي وقت 45 دقيقه، كتير كتير كانوا حساسين ومتشابهين. بتحس الاجوبه كلها موجوده بقلب النصوص، بقلب النص، او يعني الاعلان اللي جايب السؤال الاول اللي بيمشي على الكل. بصراحه كتير كان صعب. فانا كنت ماشي على استراتيجيه حل اول التايلين، بعدين روح على التايل، بعدين روح على الشبرخ باوش تايلين، بعدين ارجع على التايل التايت، لانه بشكل عام بالنماذج اللي حليتها الجوتي التيلك بقيه الامور كله بيجي التايل التايت سهل، فهالمره اجى صعب فما زبطت معي. حليت الشبرخ باوش تايلين، اكلوا معي شويه وقت، الاول سهل، الثاني كان مارق معنا، بس انا مالي عامل عليه فيديو للاسف، لو كنت عامل عليه فيديو كنت ذكرته اكثر. فمرق معنا بقلب المدرسة، وحاليا بقلب المدرسة، بس بصراحة صعب يعني. تذكرت منه اللي تذكرته، حليت اللي عرفته، فما بعرف قديش بجيب فيه. اللهم صل على سيدنا محمد. رجعت على الإعلانات على التايلت غاي، بصراحة كان رهيب يعني مو طبيعي. الإعلانات أغلبيتها عن نهر الراين، إنه في رحل على نهر الراين 3 ايام يومين بلا بلا بلا، بس كان اغلبيه الاعلانات انه واحد رايح مع رفيقته، واحد رايح مع قرايبته، واحد رايح مع مرته، واحد رايح مع اولاده، في 2 كبار ولا بالعمر بدهم يروحوا. فكانت الاعلانات كلها على الراين، والراين يعني كثير فايتين ببعضهم، الكلمات سهله اوكي، بس يعني بياكلوا وقت. انا ما توقعت ياكل هيك معي وقت، يعني كان لازم صراحه احل الثلاث تايلات بعدين روح على الشبرخ باوش تاني اتركها للاخير. بس ما زاد معي وقت غير تقريبا 20 دقيقه للتايل الثالث او 25 دقيقه بالكثير يعني، فكان صعب. مشان موضوع البغيف للاسف ما اجاني بشفيردة، مع اني انا كنت مجهز البشفيردة منيح، لانه بالبشفيردة عندك تقريبا 70 كلمه هدول جاهزين شو ما كانت البشفيردة تكون. فللاسف اجاني بفيربونج، اجاني انفورماسيون. انا بفيربونج مالي مجهزه ابدا، مجهز كنت انفورماسيون وبشفيرد. فبشكل عام وقت تجهز الانفورماسيون بيكون عندك اسئله انت بدك تسالها، قديش السعر، ايمتى من ايمتى لايمتى. فللاسف بهذا الموضوع اللي اجانا ما في هيك شيء، في ترانسفير انشتالتو فعاليه رقص، بس كل هاي المعلومات اللي انت بدك تسال عليها مكتوبه بقلب الاعلان، مكتوب انه مجاني، مكتوب من ايمتى لايمتى، مكتوب وين، ومكتوب شو النشاطات بدك تساويها. طيب انا عشان شو بدي اسال؟ هو الانفورماسيون عباره عن اسئله اسئله اسئله، ما في يعني بصراحه وقت شفت هيك ما خطر ببالي شيء. فكتبت عن مثلا خبراتي بالرقص وانا شو عامل وشو عم فكر ساوي، فما بعرف قديش بجيب فيه. القواعديه وكذا، بتوقع انه انا كتابتي القواعديه جيده، بس بتبقى صلب الموضوع، هل هذا اللي بالدنيا ولا لا؟ في حال مو هذا بالدنيا علامتي ما كتير منيحة، أو ممكن تكون صفر، ما بعرف يعني. حاطط الأبزندر منيح، الأمفرجر منيح، المقدمة الخاتمة جيدين، بس ما بعرف. هلا النتائج بتطلع بعد 3 أسابيع، إن شاء الله الفيديو يكون مفيد. أي سؤال اسألوني من ضمن التعليقات وبجاوبكم بكل رحابة صدر، هي بالعربي الفصحى. يا رب، يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصيام مقبول إن شاء الله.